Peserta selanjutnya Ananda Amir Sultan, delegasi dari ruang 21, asuhan Ustadz Sultan, akan membacakan surah Qaf dari ayat 1 sampai 10 dengan irama bayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لن السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
الحفيد والنخل باسقات لها طلع